بتمثيل عالي المستوى انطلقت صباح الأربعاء ببغداد أعمال اللجنة التنسيقية العراقية الأمريكية المشتركة، والتي تأسست وفقا لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، حيث ترأس الجانب العراقي رئيس الوزراء نور المالكي، أما الجانب الأمريكي فكان برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل بغداد مساء الثلاثاء. المالكي وبايدن أكدا أن هذا اللقاء سيؤسس لمرحلة تعاون ثنائي واسع بين البلدين في كافة المجالات بما فيها الجانب الأمني. صفحة التعاون على مختلف المستويات وصداقة وشراكة بين البلدين اقتصاديا وسياسيا وعلميا وتجاريا وسياحيا وزراعيا، وحتى التعاون واستمرار التعاون في المجالات الأمنية التي يمكن أن يراها الطرفان ضرورية. بعد انسحاب قواتنا من العراق ستكون لنا مجالات تعاون ثنائي كبير، وسنستمر بالحوار حول التعاون في المجال الأمني، التدريب والتجهيز والتسليح والجانب الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أيضا أن واشنطن أوفت بوعودها والتزاماتها مع العراق فيما يتعلق بسحب قواتها نهاية العام الحالي، مضيفا أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وإرادة الشعبين الأمريكي والعراقي. الولايات المتحدة الأمريكية أوفت بكامل وعودها والتزاماتها مع العراق، قواتنا ستنسحب نهاية العام الحالي وهو أمر فيه منفعة للبلدين والمنطقة أيضا، والعلاقات الثنائية ستعتمد على احترام سيادة البلدين وإرادة شعبيها. ولأننا نجحنا في الالتزام بما وقعناه واتفقنا عليه أصبحنا أكثر قدرة على أن نلتزم في آفاق التعاون المستقبلية، حتى في مجالات أخرى لم يرد ذكرها هنا سيكون الطرفان على استعداد لأيضا التعاون والتشاور. رئيس الوزراء نور المالكي وخلال أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة أعطى أولوية للشركات الأمريكية للعمل بشكل واسع وبحجم كبير في العراق لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي. أتمنى أن تكون الشركات الأمريكية التي تعمل في المجالات المختلفة موجودة بنفس الحجم الذي كانت موجودة به القوات العسكرية، لأنه ثمرة التعاون في المجال العسكري أن نرى أن الشركات الأمريكية تقبل وتتزاحم مع الشركات العالمية الأخرى في العراق. هذا كما جرى التطرق لجدول أعمال زيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى واشنطن بداية الشهر المقبل، والتي قد تجري خلالها مناقشة ملف المدربين الأمريكيين حسب رأي البعض. محمود فؤاد، الحرة، بغداد.